احمد خيري مكمل معاكم في حال بلدنا. وخلينا نروح لانتقال الوزارات للعاصمه الاداريه، ومن ضمنهم وزاره التنميه المحليه. وزاره التنميه المحليه من الوزارات الصراحه اللي ما عزلتش، يعني ما نقلتش المقر بتاعها من وزاره لوزاره، لا، وزاره اشتغلت فعلا على تطبيق التحول الرقمي، واشتغلت فعلا على التحول الالكتروني، وعلى ازاي انها تخدم المستفيدين منها من المواطنين بشكل الكتروني. ومن ضمنهم وزاره التنميه المحليه، وزي ما قلت لحضراتكم اشتغلت على مبادره مهمه جدا، وهي مبادره صوتك مسموع. ويمكن من اكتر الناس اللي عرفوا صوتك مسموع هو حال بلدنا صراحه، لان بنبعت لهم كتير من الشكاوي اول باول، الشكاوى حضراتكم اللي بتيجي على 91.9، والصراحه يعني نسب الحل بتوصل ل 95% و100% ساعات كتير من الاوقات. خلينا نروح لصديقنا العزيز دكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنميه المحليه والمتحدث الرسمي باسم الوزاره. يا دكتور مساء الفل. مساء الخيرات على حضرتك يا احمد بيه وعلى اهلنا في محافظات مصر، ويعني وكل سنه واهلنا في مصر كلهم وشعب وجيش طيبين وخير، واكتوبر وانتصارات اكتوبر مجيده يا فندم علينا جميعا. ربنا يخليك وعاد بخير وبصحه وبسعاده. من الوزارات اللي ما عزلتش فعلا، من الوزارات اللي ما تعبتش المواطنين معاها، من الوزارات اللي اشتغلت على التحول الرقمي بجد واشتغلت الكترونيا، ان اي من اللي عنده شكاوى او حتى عنده استفسارات بيشتغل من خلال الكترونيا مع حضراتكم. وعندكم مبادره مهمه جدا وصوتك مسموع، بتنفذ اول باول اللي احنا بنتكلم فيه ده، وحلت كتير من المشاكل يا دكتور. اكيد يا فندم، يعني احنا وزارتنا كلها كوزارة خدمية، احنا يعني انشئنا لمصلحة اهلنا في المحافظات المصرية، زي ما معالي الوزير دايما يقول احنا في خدمة اهلنا وخدمة محافظات مصر كلها. في العديد من صوتك مسموع تم تدشينها، ويعني وحضرتك حضرت معانا وبرنامج حضرتك صحيح. حضر في اكتوبر 2018 بالتحديد 23 اكتوبر 2018، من وقتها لغايه دلوقتي يا فندم، وحتى انتقلنا للعاصمه الاداريه، حيث تحسين مستوى الخدمه وميكانه الخدمه وتحول رقمي فعلي حقيقي. الزملاء كلهم قدامي في صومعه، مديرهم المباشر موجود، كلنا مع بعض في نفس الدور، بتفرق كتير في التعاطي مع كمان مشاركة المواطنين معنا. فلو جينا بصينا المبادرة منذ نفسنا حتى الآن، استقبلنا عدد الرسائل منذ انطلاقها حوالي 719 ألف رسالة، و155 منها شكاوى، 119 ألف و500 شكوى اتحقق منها تقريبا 117 ألف شكوى، ده يعادل 97% و8 من 10 اجمالا. ومتبقي النسبه البقيه حوالي 2572 شكوى جاري حلهم. طبعا التواصل المستمر مع التحسين ويعني جوده الاداء بالنسبه لينا، وربطنا مع 27 محافظه مصريه من خلال 27 غرفه عمليات صوتك مسموع بيرأس سكرتير عام المحافظه في كل محافظه، وبالتالي التعاطي مع المشكلات بيبقى تعاطي اني او لحظي زي ما حضرتك تكرمت. لما نبص على مستوى شهر سبتمبر الماضي، تلقينا 15300 شكوى، منهم 1554 عفوا رساله، منهم 1554 شكوى تم الرد على 1252 شكوى بنسبه 80.6%، وان شاء الله جاري حل 302 شكوى. وده من الاهميه بمكان احنا بنقول التواصل المستمر فيما بيننا. الشهر ده مثلا شهر سبتمبر قفز الثاني، القمامه كانت تحتل المركز الثاني الثلاث شهور اللي فاتوا، الشهر ده احتلت المركز ال ب 657 شكوى الحمد لله تم الحل، يليها شكاوى الاشغالات حوالي 546 شكوى، ثم مخالفات البناء 160 شكوى، ثم تأتي التعديات على أراضي وأملاك الأراضي الزراعية وأملاك، ثم بقى طبعا بيجي واللي ظهرت في المشهد بشكل ملح 86 شكوى خاصة بتعريف الركوبة زيادة الأسعار، ودي تم توجيهها للمعنيين في المحافظات المصرية من أجهزة تنفيذية للعمل عليها وسرعة التفاعل مع أهلنا في المحافظات. لكن إحنا عندنا أربع آليات بنستقبل فيهم، طبعا الواتس اب ده بيحتل المقدمه، هنلاقي ان احنا استقبلنا عليه حوالي 12000 رساله، 1387 شكوى خلال سبتمبر، طبعا حلينا منهم 1116 شكوى بنسبه 80.5%، يليها طبعا الآلية الثانيه اللي هي صوتك مسموع على الفيسبوك، يليها طبعا
بعد كده الخط الساخن من رسائل ومن استفسارات، ثم بياتي في الاخر الخط الساخن هو 15330 بالضبط يا فندم. بدينا استعرضنا الاليات الاربعه، الرقم الواتساب 011 50 60 67 83. ده بيبعت عليه الشكوى يا دكتور اللي هو 011 50 60 67 83، بيبعت عليه الشكوى سواء مصوره او مشروحه، مع العنوان مع الاسم بالكامل مع رقم التليفون عشان نتواصل. في رقم ارضي اضفناه كمان يا فندم لما جينا المحكمه الاداريه، وهو 205 44 023، 205 44 023، زائد طبعا الخط الساخن 15330 زي ما حضرتك تكرمت، تمام. صفحتنا على الفيسبوك صوتك مسموع، زائد الآلية برضو اللي تعتبر الخمسة info7@mld.gov.eg، ودي عشان الملفات الشكاوى اللي فيها ملفات دي تحت سمع وبصر السيد المحكم يقدر يرفقها من خلال الميل بالظبط. في حاجات بتحتاج مستندات وكده يعني، فبتتبعت على الميل بيبقى أسهل التعاطي معاه مع الوزير، بيوجهها للجهات المعنية من التفتيش قطاع التفتيش والمتابعة، وبينزل طبعا ويعرض التقرير ويتخذ بعد كده الإجراءات مع الجهات المعنية. دكتور احنا خلصنا حلقتنا، بس هنستغل ال 20 ثانيه اللي باقيين ان انا ادبسك على الهواء واقول لك هتنور حال بلدنا امتى، عشان عندنا موضوعات كتير جدا عايزين نتكلم فيها، مش هينفع في مداخله. انا عارف وقتك وعارف انشغالاتك وعارف جهدك الصراحه في الرد حتى على شكاوينا احنا شخصيا الكتير جدا، ولكن منتظرين تشريفك في وقت قريب ان شاء الله. حاضر يا فندم، يشرفني يا احمد بيه ان انا اكون مع حضرتك لايف ان شاء الله باذن الله تعالى. نتفق مع بعض ان شاء الله تحت امر يعني خير بلدنا ان شاء الله. كل شكر ليك يا دكتور. دكتور خالد قاسم مساعد وزير التنميه المحليه ومتحدث الرسمي باسم الوزاره. واضح ان الاليات الكتير هي اللي عامله سرعه في حل المشكلات، يعني الوزاره موفرت اليات كتير فالناس بتقدر توصل باليات كتير، فبيبقى في سرعه في الحل. عرفنا من كلام دكتور خالد وهو بيشرح الصراحه ان هو بيصنف كمان الشكاوي، فواضح ان في فرق عمل لكل من انواع الشكاوي فبتشتغل عليها. انا عايز اتكلم معاه بقى في القصه دي، لان احنا طبعا بنبعت لوزارات كتير، في وزارات بتتقل رجليها شويه لحد ما تحل، في لحد ما تسمع في تنميه محليه على قد عدد الشكاوي الكبير ولكن عندها سرعه في الرد، فده عايزين نفهمه ليه. فما يشرفنا دكتور خالد بقى ان شاء الله نفهم مزيد من التفاصيل. خلصنا حلقتنا النهارده، ولكن داعي وهيكون معانا زميلنا العزيز عبد الرحمن الصاوي واطلاله اخباريه سريعه على اخر المستجدات الاخباريه للدقيقه الاولى للرابعه.